اشتغال الإنسان بالعبادة عقل وتدبير، لأن مدة بقائه في الدنيا هو مدة تأشيرة، وهذه التأشيرة لها نهاية حتمية وهي أجل الإنسان، سواء كان ذلك الأجل الحقيقي بالموت أو أجل الإذن في الطاعات. كثير من الناس فرطوا في صيام النوافل فأصيبوا بأمراض تمنعهم من صيام الفرائض، كثير من الناس فرطوا في القيام في العبادات فأصيبوا بأمراض تمنعهم من القيام، كثير من الناس كانت لديهم فرص للتقرب إلى الله بأموالهم وإقراض الله قرضا حسنا وهو يدعوهم إلى ذلك فسوفوا وأخروا ففاتت الفرصة، إما انقطع السبب والموجب أو انقطع ما كان لديهم مما يمكن أن يقدموه. ولذلك يقول الحكيم: ليس في كل ساعة وأواني تتأتى صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. فعلى الإنسان أن يبادر العبادات ما دام قادرا عليها، وأن يحرص على طلب الربح فيها، ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك أن هذه العبادات معلقة بين السماء والأرض، عرضة للقبول والرد، وإنما تقبل بإخلاصه وصدقه. فإذا كان الإنسان صادقا مخلصا فهو من المتقين، وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، حينئذ يتقبل الله منه. والقبول معناه أن يستقبل الله هذه الطاعة بيمينه فيستلمها من عبده، يستلمها الجبار جل جلاله بيمينه. هل تعلمون شيئا أبركة مما مسته يد الجبار جل جلاله؟ هذا أعظم بركة، أعظم بركة أن يبارك الله فيها بيمينه جل جلاله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فمن فضل الله علينا أنه إذا تقبل منا لحظة واحدة أو سجدة أو استماعا إلى علم أو دعوة أو خطوة في سبيل الله إلى خير، فإنه ينمي ذلك ويضاعفه أضعافا مضاعفة، يبارك فيه الجبار فيستقبل يتقبله بيمينه ويجعله يتضاعف أضعافا مضاعفة لا نتصورها. فهذه البركة العظيمة لما يتقبله الجبار جل جلاله تجعل اللحظة الواحدة من القبول قاضية على سنوات المعصية، فيكون الإنسان قد انقاد بزمامه لإبليس فوقع في المعاصي والآثام وسار في مهاوي الردى والشبهات والمشكلات سنوات من الضلال، فجاءت لحظة من عفو الله جل جلاله فهدمت بنيان إبليس الذي أحاط به. فإبليس عدو الإنسان يريد حبسه، كيف يحبسك إبليس؟ لا يحبسك عن سبيل الله إلا بعملك أنت، فيحاول أن يشغلك بالمعصية، فكلما عملت معصية وضع لبنة ويبني هذا البنيان ويتطاول البنيان من حولك بالمعاصي، فلا تستطيع التقدم والسير إلى الله جل جلاله لأنك أحطت نفسك بهذا البنيان من المعاصي. فإذا جاءت لحظة من عفو الله هدمت هذا البنيان فأعادته هباء منثورا لا يبقى له أي أثر. فيقول إبليس: يا ويلتاه، شغلته بالمعصية 20 سنة فأقبل على الله لحظة واحدة فهدمت كل هذا البنيان، بنى ما بنى حتى إذا ظن أنما بناه وطيد راسخ الأس محكم، أتى العفو من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم، ولو أن 1000 من بناة جنوده بنوا كل يوم 1000 بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص،
على ما جناه صح منه التندب.